فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول هذا السؤال أهمني وأشغلني، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله حتى يأتي أمر الله. سؤال: هل لازم في كل عصر وجود الجهاد والمجاهدين؟ وإن كان ذلك فهل هذا موجود في عصرنا؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة. أولا أنا لا أعرف هذا الحديث، لكن الحديث المعروف أن الجهاد ماضي في هذه الأمة مع الأمراء ومع الولاة المسلمين، ماضي مع السلطان المسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، هذا الذي أعرفه. والجهاد إذا توفرت شروطه فإنه يجب، أما إذا لم تتوفر شروط الجهاد فإنه يؤجل إلى أن تتوفر الشروط. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة والمشركون يؤذونه ويؤذون أصحابه لم يؤمر بالجهاد نظرا لضعفهم وعدم استطاعتهم، ولم يؤمر بالجهاد إلا بعد ما هاجر إلى المدينة وصار له قوة وصار له صحابة صار له جند، عند ذلك أمره الله بالجهاد. نعم.